بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، سنقدم لكم المحاضرة التاسعة ضمن المحاضرات المسجلة في مادة في محاضرة اليوم راح نتكلم على السوليوشنز، المحاليل. لكن قبل الدخول في موضوع المحاليل سنتطرق إلى بعض الحسابات وبعض التحويلات اللي حنحتاجها في موضوع السوليوشنز. فأول شيء حنبدأ في محاضرة اليوم اللي هو المولر ماس، اللي هو الكتلة المولية، وحناخذ شنو تعريف للكتلة المولية وكيف نحسبها وشنو هي الوحدة أمتاحها. أيضا حناخذ كيف نحسب عدد المولات، وأيضا حناخذ بعض التحويلات. فحنبدأ محاضرة اليوم بالمولر ماس اللي هو الكتلة المولية. شنو تعريف الكتلة المولية؟ is the sum of the atomic masses for atoms in molecule. الكتلة المولية هي عبارة عن مجموع الكتل الذرية للذرات في الجزيء، تمام؟ عندنا هنا example: calculate the molar masses of the following compounds. احسب الكتل المولية للمركبات التالية. طبعا عندي H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك، عندي HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك، وعندي Na2SO4 اللي هو كبريتات الصوديوم. Where the atomic weight of the hydrogen equal 1, oxygen equal 16, الكبريت equal 32, الصوديوم equal 23, والCl عندي 35.5. طبعا كيف نحسب المولر ماس؟ عندي اول حاجة المولر ماس for H2SO4 اللي هو الكتلة المولية لحمض الكبريتية. كيف نحسبها؟ هنبدأ اول حاجة بالهيدروجين. طبعا الهيدروجين في حمض الكبريتيك كم ذرة؟ عندي ذرتين، فحنقول 2. في الوزن الذري للهيدروجين 1، فحنقول 2 في 1، زائد الكبريت كم ذرة كبريت عندي هنا؟ عندي ذرة كبريت واحدة. في الوزن الذري للكبريت كم مع إلي هنا؟ 32، فحنقول 1 في 32، زائد كم ذرة أكسجين عندي؟ عندي 4، فحنقول 4. في كم الوزن الذري للأكسجين؟ 16، فحنقول 4 في 16، مجموعهم حيكون ايش؟ 98، تمام؟ باهي وحدة المولر ماس ايش حتكون؟ حتكون جرام لكل مول. نجي للمثال الثاني اللي هو المولر ماس فور اتش سي ال اللي هو الكتلة المولية لحمض الهيدروكلوريك. عندي أول حاجة حمض الهيدروكلوريك يتكون من هيدروجين وكلور. الهيدروجين كم ذرة؟ ذرة واحدة. في الوزن الذري بتاع الهيدروجين 1، فحنقول 1 في 1، زائد الكلور كم ذرة؟ ذرة واحدة. في الوزن الذري للكلور 35.5، فحنقول 1 في 35.5، مجموعاً 36.5 جرام لكل مول. عندنا بعد ذلك المولر ماس فور Na2SO4 اللي هو الكتلة المولية لكبريتات الصوديوم. هنبدأ أول حاجة بالصوديوم، عندي ذرتين صوديوم. في الوزن الذري للصوديوم 23، فحنقول 2 في 23، زائد الكبريت عندي ذرة كبريت واحدة. في الوزن الذري للكبريت 32، فحنقول 1 في 32، زائد الأكسجين عندي 4 ذرات أكسجين، فحنقول 4. في الوزن الذري للأكسجين 16، فحنقول 4 في 16، مجموعاً 142. وحدة الوحدة متاعها حيكون جرام لكل مول. فأول شيء حناخذ في محاضرة اليوم المولر ماس اللي هو الكتلة المولية. شنو هي الكتلة المولية؟ هي مجموع الأوزان الذرية للذرات في الجزيء، ووحدة جرام لكل مول، تمام؟ طبعا موضوع أو حساب الكتلة المولية هنحتاجه بعد شوية في موضوع السوليوشنز، في موضوع إيش؟ المحاليل. الشيء الثاني اللي بنتكلم عليه في محاضرة اليوم the relationship between mass in gram and number of moles، العلاقة بين الكتلة بالجرام وعدد المولات. العلاقة بين الكتلة بالجرام وعدد المولات كيف نحسبها؟ هنا قال لي العلاقة تكون كالتالي: number of moles اللي هو عدد المولات، شنو يساوي؟ الماس اللي هو الكتلة بالجرام على المولر ماس اللي هو الكتلة المولية بالجرام على مول. يعني عدد المولات شنو يساوي؟ يساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية بالجرام لكل مول، تمام؟ عندي example: how many moles of CH4 are present in 6.07 gram of CH4 where the atomic weight of carbon equal 12, hydrogen equal 1. هنا قال لي كم moles من ال CH4 موجودة في 6.07 جرام من ال CH4.
حيث الوزن الذري أو الكتلة الذرية للكربون تساوي 12 والهيدروجين تساوي 1. تمام؟ أنا أخذت قبل شوية الـ number of moles اللي هو عدد المولات شين يساوي؟ يساوي الماس بالجرام اللي هو الكتلة بالجرام على المولر ماس اللي هو الكتلة المولية بالجرام لكل مول. تمام؟ به الكتلة بالجرام معطيه لي في المسألة كم؟ 6.07. تمام؟ به المولر ماس، المولر ماس للـ CH4 خذت قبل شوية كيف نحسب المولر ماس؟ شين حتساوي؟ حتساوي 12 زائد 4 في 1 فحنقول إيش؟ 16. تمام؟ باهي لما نقسم 6.07 على 16 نتساوي 0.38 مول. طبعا عدد المولات الوحدة متاعها بتكون إيش؟ حتكون بالمول. تمام؟ أيضا قبل ما نخش في موضوع السوليوشنز حناخذ some conversions، بعض التحويلات، بعض التحويلات اللي حنحتاجها في موضوع المحاليل. أول حاجة حناخذ لما بنحول من كيلوغرام لجرام إيش حندير، ولما بنحول من جرام للملي جرام إيش بندير. أيضا حناخذ لما بنحول من لتر للملي لتر والعكس. فعندي أول حاجة لما بنحول من كيلوغرام لجرام نضرب في 10 أس 3 أو نضرب في 1000، بينما بنحول من جرام للملي من جرام الكيلو جرام إيش ندير، نضرب في 10 أس ناقص 3 أو نقسم على 1000. تمام؟ أيضا لما بنحول من جرام للملي جرام، لما بنحول من جرام للملي جرام نضرب في 10 أس 3 أو نضرب في 1000، بينما بنحول من ملي جرام لجرام نضرب في 10 أس ناقص 3 أو نقسم على 1000. تمام؟ باهي لو كنا بنحول من كيلوغرام للملي جرام مباشرة ايش ندير؟ نضرب في 10 أس 6 أو نضرب في مليون، بينما بنعكس بنحول من ملي جرام لكيلوغرام نضرب في 10 أس ناقص 6 أو نقسم على مليون. تمام؟ أيضا لما بنحول من لتر الملي لتر، لما بنحوض من لتر الملي لتر نضرب في 10 أس 3، بالعكس لما بنحوض من ملي لتر اللتر إيش ندير؟ نضرب في 10 أس ناقص 3 أو نقسم على 1000. حننتقل بعد ذلك للموضوع متاع المحاضرة التاسعة اللي هو السوليوشنز اللي هو المحاليل. طبعا أول حاجة حناخذها في موضوع السوليوشنز حناخذ شنو هو تعريف السوليوشن، شنو هو تعريف المحلول ومن إيش يتكون. فعندي هنا السوليوشن اللي هو المحلول هوموجينيوس ميكتشر اوف تو اور مور سبستانسز. المحلول هو عباره عن مخلوط متجانس من مادتين او اكثر. تمام؟ باهي المحلول من ايش يتكون؟ المحلول يتكون من حاجتين، ذا سوليوت اللي هو المذاب وذا سولفنت اللي هو المذيب. يعني المحلول يتكون من حاجتين، ذا سوليوت اللي هو المذاب وذا سولفنت اللي هو المذيب. باهي ذا سوليوت اللي هو المذاب شنو تعريفه؟ از ذا سبستانس بريزنت in a smaller amount. المذاب هو المادة الموجودة بكمية صغيرة في المحلول. باي ذا سولفنت اللي هو المذيب ايش هو؟ is the substance present in a larger amount. هو المادة الموجودة بنسبة أكبر في المحلول. تمام؟ يعني المحلول هو عبارة عن مخلوط متجانس من مادتين أو أكثر. المحلول يتكون من حاجتين اللي هو المذاب وهو المادة الموجودة بنسبة أصغر في المحلول، والمذيب وهو المادة الموجودة بنسبة أكبر في المحلول. تمام؟ عندنا أيضا هنا a solution might be gases such as air, solid such as alloy or liquid such as seawater. المحلول يمكن أن يكون غاز زي الهواء، يمكن يكون صلب زي السبيكة، يمكن يكون إيش سائل زي ماء البحر. أوكي؟ ننتقل بعد ذلك للtypes of solutions اللي هو أنواع المحاليل. طبعا أنواع المحاليل عندي 7 أنواع من المحاليل حناخذهم كذكر، أما بالنسبة للتعريف متاعهم فأنت حتترجمهم وتقراهم بروحك. تمام؟ types of solutions اللي هو أنواع المحاليل عندنا أول حاجة an electrolyte solution اللي هو المحلول الإلكتروليتي وهو المحلول الموصل للتيار الكهربائي. عندنا an non-electrolyte solution اللي هو المحلول الغير إلكتروليتي. عندنا unsaturated solution اللي هو المحلول المشبع. عندنا unsaturated solution اللي هو المحلول الغير مشبع. وعندنا supersaturated solution اللي هو المحلول فوق المشبع. وعندنا concentrated solution اللي هو المحلول المركز. وعندنا diluted solution اللي هو المحلول المخفف. يعني عندي 7 أنواع من المحاليل: محلول إلكتروليتي، محلول غير إلكتروليتي، محلول مشبع، محلول غير مشبع، محلول فوق المشبع، ومحلول مركز، ومحلول إيش مخفف. تعريفات حتقراهم أو حترجمهم وتقراهم بروحك. تمام؟ ننتقل بعد ذلك الموضوع الثاني
اللي هو الكونسنتريشن اوف سوليوشنز، اللي هو التركيز المحلل. تركيز ايش؟ المحلل، يعني كيف نعبر عن تركيز المحلول. بالنسبه لتركيز المحلول اللي هو الكونسنتريشن اوف سوليوشن او الكونسنتريشن اوف ا سوليوشن، اللي هو تركيز المحلول، ايش نقصد به؟ نقصد به الاماونت اوف سوليوت على الاماونت اوف سولفنت اور سوليوشن. لما نقول لك تركيز المحلول شو نقصد به؟ نقصد به كميه المذاب على كميه المذيب او كميه المحلول، تمام؟ يعني الكونسنتريشن اوف ا سوليوشن اللي هو تركيز المحلول شو نقصد به؟ نقصد به الاماونت اوف سوليوت اللي هو كميه المذاب على الاماونت اوف سولفنت اور سوليوشن اللي هو كميه المذيب او كميه المحلول، تمام؟ عندنا the concentration of a solution can be expressed in many different ways. تركيز المحلول يمكن التعبير عنه بعدة طرق مختلفة، تمام؟ يعني يمكن نعبر عن تركيز المحلول بعدة طرق مختلفة. أول طريقة من طرق التعبير عن تركيز المحلول نسمو فيها إيش؟ the percent. the percent اللي هو إيش؟ النسبة المئوية، تمام؟ باهي النسبة المئوية شنو نقصد بها؟ هنا عندنا ايش؟ the percent شنو تساوي؟ amount of solute على amount of solution في 100. يعني النسبة المئوية شنو تساوي؟ كمية المذاب على كمية المحلول في 100، تمام؟ كتب لي هنا ملاحظة صغيرة. amount of solution اللي هو في المقام هذه اللي هي كمية المحلول شنو تساوي؟ تساوي amount of solute اللي هي كمية المذاب زائد amount of solvent اللي هو كمية المذيب، اوكي؟ فعندنا the percent اللي هو النسبة المئوية شن تساوي؟ الاماونت اوف سوليوت على الاماونت اوف سوليوشن في 100، كمية المذاب على كمية المحلول في 100. There are three types of percent concentrations. هناك ثلاث انواع من تراكيز النسبة، هناك ايش؟ ثلاث انواع من تراكيز النسبة. عندنا اول حاجة percent by mass اللي هو النسبة المئوية بواسطة الكتلة، ونرمز لها بالرمز W على W percentage اللي هي النسبة المئوية بواسطة الكتلة. باهي ال percent by weight أو ال percent by mass اللي هو ال weight percentage شو نساوي؟ ال mass of solute اللي هو كتلة المذاب بالجرام على ال mass of solution اللي هو كتلة المحلول أيضا بالجرام في 100، تمام؟ يعني percent by weight شن تساوي؟ الماس اوف سوليوت بالجرام اللي هو كتلة المذاب بالجرام على الماس اوف سوليوشن ايضا بالجرام اللي هو كتلة المحلول بالجرام في 100. ايضا هنا كتب لي ملاحظة، الماس اوف سوليوشن اللي هو كتلة المحلول اللي هنا في المقام شن تساوي؟ تساوي الماس اوف سوليوت كتلة المذاب زائد الماس اوف سوليوشن او الماس اوف سولفنت اللي هو كتلة المذيب. عندي هنا اكزامبل، عندنا اسامبل اوف بوينت 892 جرام كي سي ال از ديسولفد ان 54.6 جرام اوف ووتر. وات از ذا بيرسنت باي ماس اوف كي سي ال ان ذس سوليوشن؟ عندي عينه مكونه من 0.892 جرام من الكي سي ال مذوبه في 54.6 جرام من الماء. ما هي النسبة المئوية بواسطة الكتلة للكي سي ال في هذا المحلول؟ تمام؟ قبل ما نحل المسألة هذه لازم نعرف من هو المذاب ومن هو المذيب، يعني لازم نعرف من هو السوليوت ومن هو السولفنت. زي ما خذينا بدري قلنا اللي تكون نسبته في المحلول صغيرة هو المذاب، واللي تكون نسبته في المحلول كبيرة هو المذيب. فهنا زي ما وضع عندي الكي سي ال اللي وزنه 0.892 جرام هو المذاب، والمية اللي وزنها 54.6 جرام هتكون هي المذيب، تمام؟ باهي أنا طالب مني في المسألة هنا هي حساب البيرسنت باي ماس اللي هو الويت ويت برسنتج أو الويت ويت برسنتج. باهي الويت ويت برسنتج شن تساوي؟ وزن المذاب اللي هو الكي سي ال اللي هو 0.892 بالجرام على وزن المحلول أيضا بالجرام. باهي وزن المحلول اللي هو في المقام شنو يساوي؟ وزن المذاب اللي هو 0.892 جرام زائد وزن المذيب اللي هو 54.6 جرام في 100 ويساوي 1.60%، تمام؟ النوع الثاني من تركيز النسبة هنسمو فيه الفوليوم، فوليوم برسنتج
فوليوم، فوليوم بيرسنتج اللي هو النسبة المئوية الحجمية الحجمية، ونرمز لها بالرمز في على في بيرسنتج. تمام، باهي الفوليوم فوليوم بيرسنتج شنو نساوي؟ الفوليوم اوف سوليوت بالملي على الفوليوم اوف سوليوشن بالملي في 100. يعني النسبة المئوية الحجمية حجمية شنو نساوي؟ حجم المذاب بالملي على حجم المحلول بالملي في 100. تمام، وكاتب لي هنا ملاحظة، حجم المحلول هو الفوليوم اوف سوليوشن، حجم المحلول هو في المقام هذا شنو يساوي؟ الفوليوم اوف سوليوت اللي هو حجم المذاب زائد الفوليوم اوف سولفنت اللي هو حجم المذيب. عندنا هنا اكزامبل، عندنا اكزامبل اوف 75 ملي CH3OH is dissolved into 100 ملي اوف ووتر، كالكوليت فوليوم فوليوم بيرسنتج. عندنا عينة مكونة من 75 ملي من الميثانول مذوبة في 200 ملي من الماء، احسب النسبة المئوية الحجمية حجمية اللي هي الفي على في بيرسنتج. تمام، زي ما اخذنا في المثال اللي قبل هذا، قبل ما نحل المسألة لازم نعرف من هو المذاب ومن هو المذيب. هنا زي ما وضع عندي المذاب اللي هو ايش؟ CH3OH اللي هو نسبة اقل 75 ملي، والمذيب اللي هو الماء اللي هو حجمه 200 ملي. تمام، باهي الفوليوم فوليوم بيرسنتج شنو تساوي؟ حجم المذاب اللي هو ايش؟ الميثانول، كم حجمه؟ 35 ملي، على حجم المحلول، حجم المحلول شنو يساوي؟ حجم المذاب اللي هو 75 ملي زائد حجم المذيب اللي هو 200 ملي، فحنقول 75 زائد 200 في 100 ويساوي 27.3%. النوع الثالث من تركيز النسبة نسمو فيه الويت فوليوم بيرسنتج اللي هو نرمز له بالرمز W على V بيرسنتج. النوع الثالث من تركيز النسبة نسمو فيه ايش؟ نسمو فيها النسبة المئوية الوزنية حجمية اللي هو الويت فوليوم بيرسنتج. تمام، باهي الويت فوليوم بيرسنتج شنو تساوي؟ الويت اوف سوليوت اللي هو وزن المذاب بالجرام على الفوليوم اوف سوليوشن اللي هو حجم المحلول بالملي في 100. يعني الويت او الدبليو على الفي بيرسنتج شنو تساوي؟ وزن المذاب بالجرام على حجم المحلول بالملي في 100. عندنا هنا اكزامبل، وات از ذا ويت فوليوم بيرسنتج اوف ذا سوليوت ان ايش اوف ذا فولوينج سوليوشنز؟ ما هي النسبة المئوية الوزنية حجمية للمذاب في كل المحاليل التالية؟ عندي أول محلول مكون من إيش؟ مكون من 52.3 جرام من الـ Na2SO4 في 1 لتر. يعني المحلول الأول عبارة عن إيش؟ عبارة عن 52.3 جرام من كبريتات الصوديوم في 1 لتر من المحلول. باهي النسبة المئوية الوزنية حجمية شنو تساوي؟ وزن المذاب بالجرام اللي هو وزنه كم؟ 52.3 جرام على حجم المحلول لازم يكون بايش؟ لازم يكون بالملي، انا معطي لي باللتر، فعندي 1 لتر نبي نحوطها الملي، فنضربها في ايش؟ نضربها في 10 اس 3 او نضربها في 1000. تمام؟ نضربها في 10 اس 3 او في 1000، فحنقول ايش؟ 1 في 1000 ملي في 100 وتساوي 5.23%. المحلول الثاني عبارة عن ايش؟ 275 جرام من الكي بي ار في 500 ملي من المحلول. تمام، هنا النسبة المئوية الوزنية حجمية شن تساوي؟ وزن المذاب بالجرام اللي هو 275 جرام على حجم المحلول بالمئة، انا عندي جاهز 500 ملي في 100 وتساوي 55%. تمام، عندنا بعد ذلك الثلاثة، المحلول الثالث عبارة عن 3.65 جرام من الـ SO2، هنا ريت تصلحها، 3.65 جرام من الـ SO2 في 200 ملي من المحلول، فأنا حنقول إيش؟ النسبة المئوية الوزنية حجمية شنو تساوي؟ وزن المذاب بالجرام اللي هو 3.65 على حجم المحلول بالملي اللي هو 200 ملي في 100 ويساوي 1.82%. ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني من طرق التعبير عن التراكيز، أو النوع الثاني من طرق التعبير عن تركيز المحلول اللي هو نسمو فيه the mole fraction اللي هو الكسر المولي اللي نرمز له بالرمز XI. يعني نحن أخذنا قبل شوية قلنا يمكن التعبير عن تركيز المحلول بعدة طرق مختلفة. أول طريقة the percent اللي هو النسبة المئوية، وعندنا ثلاث أنواع منها،
يا اما نسبه مئويه وزنيه وزنيه، يا اما نسبه مئويه حجميه حجميه، يا اما نسبه مئويه وزنيه حجميه. النوع الثاني من طرق التعبير عن التركيز، او النوع الثاني من طرق التعبير عن تركيز المحلول، نسمو فيه ايش؟ نسمو فيه the mole fraction اللي هو الكسر المولي، ونرمز بالرمز xi. فاهم الكسر المولي شو نقصد به، او ما هو الكسر المولي وكيف نحسبه؟ اذا كان عندي محلول، على سبيل المثال اذا كان عندي محلول مكون من مذاب A ومذيب B، يعني اذا كان عندي محلول مكون من مذاب A ومذيب B، تمام، الكسر المولي، الكسر المولي للمذاب A شنو يساوي؟ number of moles of A اللي هو عدد مولات المذاب A على number of moles of solution على عدد مولات المحلول بالكامل، باهي، ويساوي عدد مولات الA زائد عدد مولات الA زائد عدد مولات الB. يعني الكسر المولي للمذاب شنو يساوي؟ يساوي عدد مولاته على عدد مولاته زائد عدد مولات المذيب، تمام. ايضا الكسر المولي للمذيب B، الكسر المولي للمذيب B شنو يساوي؟ number of moles of B عدد مولات المذيب B في، او مقسومه على، مقسومه على number of moles of solution على عدد مولات المحلول بالكامل. يعني الكسر المولي للمذيب B شنو يساوي؟ عدد مولاته على عدد مولاته زائد عدد مولات المذاب. اوكي، نعاود من جديد، الكسر المولي للمذاب شنو يساوي؟ عدد مولاته على عدد مولاته زائد عدد مولات المذيب. باهي، الكسر المولي للمذيب شنو يساوي؟ عدد مولاته على عدد مولاته زائد عدد مولات المذاب. هذا الآن معطيني ملاحظة، الكسر المولي للمذاب A زائد الكسر المولي للمذيب B لازم يساوي إيش؟ لازم يساوي واحد، وحناخذ بعد شوية في المسألة إن شاء الله. هنا عندي example، calculate the mole fraction for the solute and the solvent in the solution containing 396 جرام سكر رز اللي هو سي 12 22 او 11 and 624 جرام ووتر. هنا قال لك ايش؟ قال لك احسب الكسر المولي للمذاب والمذيب في محلول يحتوي على 396 جرام من السكروز في 624 جرام من الماء، تمام؟ باهي، قبل ما نحل المسألة متاعي كالعادة لازم نحدد من المذاب ومن المذيب. هنا عندي ايش؟ محلول مكون من ايش؟ مكون من سكروز ومية. السكروز وزنه 396 والمية 624. السكروز أقل من المية، يعني وزنه أقل من المية، يعني السكروز هو المذاب والمية هو إيش؟ هو هي المذيب، تمام؟ باهي، أنا نبي نحسب الكسر المولي للمذاب ونبي نحسب الكسر المولي للمذيب، يعني بنحسب الكسر المولي للسكروز ونبي نحسب الكسر المولي للمية. باهي، قبل ما نحسب الكسر المولي للسكروز وقبل ما نحسب الكسر المولي للمية لازم نحسب عدد مولات السكروز ولازم نحسب عدد مولات المية. باهي، عندنا أول حاجة number of moles of sucrose عدد مولات السكروز شنو تساوي؟ الكتلة متاعت السكروز بالجرام على المولر ماس متاع السكروز بالجرام لكل مول. باهي، كتلة السكروز في المسألة معدلية بكم؟ 396. باهي، المولر ماس للسكروز خذينا في بداية المحاضرة كيف نحسب المولر ماس، المولر ماس للسكروز شنو حتساوي؟ 342. باهي، 396 على 342 شنو يساوي؟ 1.158 مول. باهي، number of moles of water اللي هو عدد مولات المية شنو يساوي؟ الماس بالجرام اللي هو كتلة، الكتلة بالجرام على المولر ماس اللي هو الكتلة المولية بالجرام على مول. باهي، الماس بالجرام هو كتلة المية بالجرام، كم عدد هي في المسألة؟ 624 جرام، 624 جرام. باهي، المولر ماس للمية شنو يساوي؟ 18. باهي، 624 مقسوم على 18 شنو حتساوي؟ 34.66 مول. باهي، تو نبي نحسب الكسر المولي للمذاب اللي هو السكروز ونبي نحسب الكسر المولي للمذيب اللي هو الووتر. باهي، الكسر المولي للمذاب اللي هو السكروز شنو يساوي؟ عدد مولاته، هذا عدد مولاته، على عدد مولاته زائد عدد مولات المذيب اللي هو المية، فحنقول 1.158 على 1.158 زائد 34.66 ويساوي 0.03. باهي، الكسر المولي للمذيب اللي هو الووتر شنو يساوي؟ عدد مولاته كم حسبته؟ 34.66 على عدد مولاته اللي هو 34.66 زائد عدد مولات المذاب اللي حسبته كم؟ 1.158 ويساوي 0.97، تمام؟ باهي، خذيت ملاحظة قبل شوية قلت لازم الكسر المولي للمذاب والكسر المولي للمذيب
لما نجمعهم مع بعضهم يعطيني ايش؟ يعطيني واحد صحيح. فلما نجمع البوينت او 3 زائد بوينت 97 هنحصل على ايش؟ هنحصل على واحد صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.